هذه المزرعة العائلية يزاول الأخوان عبد الرحمن وخالد نشاط تربية الأبقار، استثمار بدأ صغيرا وبالإرادة والعمل الدؤوب صار كبيرا مع المرافقة الدائمة لهما من قبل المصالح الفلاحية بالولاية. بدينا بقار نتاعنا شريناهم حنا، وكاين اون بارتي مدت لهنا لا ليتري سومام اكريتي، عطاتنا الابقار ونخلصوهم بالحليب. ودرك عندنا 36 بقره حلوب، وعندنا 20 بقره صغيره معمره قريب تبدا تبرودوي تنتج الحليب. ويسعى الأخوان من خلال هذا المشروع الفلاحي إلى إنتاج أكبر كمية ممكنة من الحليب الذي يأخذ طريقه مباشرة إلى الملبنات القريبة. الدولة راه تدعم فينا شاك 1 لتر دو لي يعطيونا 12 دينار. المشروع نتاعنا حبينا من لعامين ولا نديروا وحدة إنتاج تاع الجب. نقوم بمرافقة مربي الأبقار، مثلا تلقيح ضد مرض الكلب ومرض الحمى القلاعية، وتحاليل طبية اللي نقوموهم ضد الحمى الملطية لابروسيلوز ومرض السل لا توبيركولوز، وثاني عبر الدعم اللي نقدموهم لهذا الفلاحين دعم مادي المتمثل في 12 دينار للليتر، 2 دينار اللي عنده لاغريمون سانيتير، دونك يوصل حتى ل 14 دينار للليتر. يديروا الجمع تاع الحليب، ومام لو كوليكتور ثاني عنده دعم، كاع السيركوي هذا الي مدعوم من طرف الدولة. نجاح مثل هذه المشاريع يستدعي بالضرورة المرافقة الدائمة من أجل رفع الإنتاج والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي.